معي معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. شيخ يعطيكم العافية، جهود جبارة أنجزت، خلينا نقول المهمة بنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرحة أم الكويت، حضور سيدي حضرة صاحب السمو الأمير حفظ الله ورعاه لاحتفالية افتتاح الساد جابر هي فرحة لكل الشعب الكويتي وسمو ولي عهد الأمين كذلك. اليوم أثبتت الكويت بأنها قادرة على النجاح دائما. الكويت الرياضة جزء من كل مواطن وكل محب للكويت. اليوم أثبت أيضا أن عندنا صرح عالمي وهو الساد جابر، مفخرة للعالم ومفخرة لنا كرياضيين كويتيين. اليوم أيضا أكدنا بأن الرياضة الكويتية بخير، وإن شاء الله رح نعمل ليل نهار لوضع كل الإمكانيات لرؤية جديدة وإلى إن شاء الله تطور مستمر بتعاون الجميع. نحن دائما نسعى لاحترام كل الأنظمة وكل المواثيق الدولية، بنفس الوقت نحترم أنفسنا. واليوم الموضوع اللي بنركز عليه بتعاون الجميع، تعاون أشقائنا في الأندية وفي الاتحادات واللجنة الأولمبية، بأن يكون هناك منظور جديد متطور للرياضة الكويتية، نعزز فيه النجاحات ونبعد عن السلبيات. شكرا لكل من دعم هذه الاحتفالية. شكرا أيضا شكر خاص إلى الأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على اهتمامه ودعمه لتشريعات الرياضية وتشجيعه للرياضة بالكويت. هذا الدعم كان له أثر كبير. شكر خاص إلى اللجنة المنظمة برئاسة معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك وكل أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الرسمية الحكومية وأيضا الشركات وأيضا الأستاذ خالد الروضان، كل ما قدموه من جهود متميزة. وقبل ذلك هيئة الرياضة الشيخ أحمد المنصور وفريقه النشط المتميز قدموا الكثير وعملوا لراحة جماهيرنا ومشاركتهم في هذه البطولة وهذا اللقاء التاريخي للرياضة الكويتية. أود أن أؤكد أيضا الشكر الخاص إلى مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية على جهودها، وأيضا لوزارة الدفاع، والشكر موصول أيضا لكل المؤسسات العسكرية، والشكر أيضا إلى وزارة الإعلام وزارة الصحة. لا أريد أن يعني الإطفاء العام على جهودهم. الشكر خاص للمتطوعين إلى المجاميع لوياك الموج الأزرق، شكر يعني حقيقة لا أستطيع أن أوفي الجميع الجهود اللي قدموه. العرض المميز اللي قدم اليوم على مستوى الأوبريت، الفنانين الكبار من دول مجلس التعاون ومن دولة الكويت، الحقيقة اللي قدموا بكل محبة وعطاء لكويتنا الغالية وشاركونا هذه الفرحة الغالية. أيضا الشكر خاص لأصحاب المعالي والسعادة ممثلين دول مجلس التعاون والمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لحضورهم ومشاركتهم هذه الاحتفالية. الشكر خاص أيضا لكل من ساهم في دعم الرياضة الكويتية، الرعيل الأول، كل المسؤولين في مؤسسات الدولة في هيئة العامة لشباب الرياضة الحاليين أو السابقين لحضورهم ومشاركتهم. بالنهاية شكري الخاص أيضا للإعلام، وسائل الإعلام الكويتية أو الدولية أو الخليجية أو العربية على نجاحهم في تغطية هذا الحدث وهذا الاحتفال التاريخي. شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله أن تتواصل أفراح الكويت بالمزيد من الأنشطة ومزيد من الاحتفاليات، وإن شاء الله ندعم دائما بتعاوننا جميعا نقلة لمستقبل رياضي جديد. شكرا لكم.